السلام عليكم، معكم هادي كالعادة في فيديو جديد. اليوم باش نحكو على الكذب في تونس. قبل كل شيء حب أقولكم يعطيكم الصحة على 10,000 أبوني. شبيك تكذب؟ انت عندك 5,000 أبوني. الكذب في تونس حاجة أساسية. تونسي كان ما يكذبش مرة واحدة في النهار تصير له حاجة. الكذبة عند التونسي أنواع، فما القوية، فما المتوسطة، فما الضعيفة اللي كامل بها معظم النهار متاعهم. من أشهر الكذبات اللي في تونس راني في الكار. One eternity later. Take me. وينك يا اخي؟ دوشت عليك يا ودي، دوشت وين فهمنا ما جيتك شراب. ان شاء الله المرة الجاية. الكذب من كثرة ما هو نادر في العالم عملوا له نهار واحد وهو سموه بوسون دابريل، والنهار هذاك يكذبوا فيه العالم الكل والباقي العام يعدوه سافا معناه. اما التونسي العام الكل عنده بواسون دافريل، ليامات الكل بواسون دافريل. التونسي الموهبة نتاعو يكذب في اي بلاصة في اي وقت ويلقاها في ساعة ويعملها بالفازات زاد. يا رب ملك لك الساعة، الواحد نهار كامل وهو في الدار. Take me away from... حم يعني صاحبي ليكش في الحمامات وانتي وين في الحومة؟ برجولية غيبت والله بنيت وركشة ودنيا نحلها في الفيديو. هاي لحظة مش نحل، طب نطلبك انا، شنو الحل؟ طب شنو الحل زعما؟ حم وينك صار؟ اسمع اسمع الفن. هاي تجيب حذايا؟ نستغربوش اللي التونسي يكذب برشا، خاطر المجتمع اللي داير بيه الكل يكذب، ومنه هو تعلم الكذب، كيف التلفزة بار اكزومبل. من أين شرب السلطان هادي؟ 1 من القارورة، 2 من السطل. أرسل كلمة أنا حمار مرفوقة بالإجابة عبر الرقم 85085 لكي تفوز بمليار دينار تونسي. تضحكوا بالرسمي معناها؟ للدرجة في بالكم يعني بهايم؟ ليه والمشكلة العبيد تقعد معناها تبعث وتبعث وتبعث. السياسيين في تونس مساهمين في عملية انتشار ظاهرة الكذب زيادة. قبل الحملة الانتخابية ولا ما نعرفش عليه، وقت يبدو يعرفوا في الأحزاب نتاعهم يبدو يحكوا هك: أهلا بكم يا شعب تونس، أنا رئيس حزب الحشو، أدعوكم إلى التصويت لحزبنا، سنوفر لكل عاطل عن العمل شغل أو 2،
سنوفر لكل امرأة منزل، لكل رجل قصر. نمد أولاد الحومة براتب شهري ما يقادر 2,000,000 دينار تونسي. صوتوا إلى حزبنا، فنحن نطمح إلى الارتقاء بتونس. ومن بعد ما يوصلوا لحاشتهم بيه وينتخبهم الشعب التونسي، يجاوبهم هاي: معكم رئيس حزب الحشو مرة ثانية. طب اللي معناه اسمه حزب الحشو وتصوتوا لنا؟ عجبني عليكم. وكاللي صوت وصدق كونوانا مش نعطيه دار ولا مش نعطيه شهرية ولا بلاستو في الروضة يعاود يقرأ ولا بلاستو في بالفيدير ينجم معناها يحسن من قدراته العقلية. السلام عليكم. So هكا نكون وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله يعجبكم. ما تنسيش لايك شير and سبسكرايب. وبالنسبة للQ&A اللي حكيت عليه في الانستغرام، اللي ما في بالوش يمشي للانستغرام بتاعي أو كهبت بوست فيه Q&A ينجم يسأل السؤال اللي حاجته بيه وين نجاوبه. And peace.